فيلمنا بيبدأ في سنة 1914 مع ضابط البحرية إيرون وهو متجه ناحية الجزيرة عشان يعيش عليها. وبعد لما بيوصلوا للجزيرة بيلاقي إيرون إن المنارة مليانة عصيان مدببة حواليها كأنها معمولة للحماية من هجوم معين. وبيدخلوا جوه المنارة وبيقابلوا فن إشارة البحرية مستر جرونر اللي عايش فيها، وبيصحي القبطان من النوم وبيقول له إن معايا ضابط الطقس إيرون عشان هيتبدل بضابط الطقس القديم، وبيسأله عن مكانه فبيقول إن الضابط القديم اتوفى بسبب الحمى والبحر خد جثته. فبيرجع القبطان تاني لسفينته وبيعرض على إيرون إنه ياخد المسدس بتاعه كحمالي، لكن إيرون بيرفض وبيشكره على نقله للجزيرة وبيودعه. بيقول إيرون لنفسه إنه لازم يعيش 12 شهر في حبس انفرادي مع شخص شكله مجنون عشان يسجل قوته واتجاه الريح بس، وإنه شغله ممل ولكنه كان مجبر عليه. وبيرجع إيرون للبيت اللي على الجزيرة واللي بيبان إنه مهجور من فترة، وبيشوف كتاب الضابط اللي قبله لحد ما بيلاقي فيه كائنات غريبة مرسومة كأنها موجودة على الجزيرة، وبيفتكرها تخيلات من الضابط. وبينام لتاني يوم وبيبدأ شغله إنه يقيس قوة الرياح، وبيلاقي إن في نقطة محددة بتتجمع فيها القواقع، وبيكمل شغله لحد ما بيجي الليل وبيحس إن في حركة ورا البيت بتاعه، وفجأة بتظهر إيد كائن غريب فبيدوس عليها إيرون وبيجي يستخبى في بدروم البيت الخشبي، وبيفضل باصص للمكان مفتوح قدامه لحد ما بيلاقي الكائن باصص له برضه، فبيطعنه في عينه بالسكينة اللي في إيده وبيستخبى في مكانه تاني يوم. وبعدها بيجري على المنارة اللي عايش فيها جرونر وما بيقدرش إنه يدخل، لحد ما بيبص له من الشباك وبيقول له إنه كان لازم يفضل في السفينة وما يجيش الجزيرة أصلا، وبيرفض إنه يدخله. فبيرجع إيرون بيته وبيحاول إنه يأمن نفسه بأي شكل، وبيقفل الشبابيك والأبواب كويس، وبيلاقي صندوق فيه بندقية ورصاص كتير، فبيحضر نفسه لحد ما الليل يدخل عليه، وبيستعد إنه يضرب أي حد يحاول يدخل عليه. وبيبص من الشباك وبيلاقي في وحوش قدامه طالعة من البحر ومتجهة ناحيته وعددها بيفضل يزيد، وبيحاول يحمي نفسه بأي شكل، وبيكون محضر خندق مليان كتب حوالين البيت ورامي عليها كحول وبيولع فيهم عشان يخلي الوحوش تهرب من حواليه، وبيخرج بره البيت قبل ما يتحرق وبينام وهو مستخبي بين الصخور لحد تاني يوم، وبيصحى يشوف بيته وهو متدمر ومحروق وبيتحرك بعدها على المنارة. وبيستنى جرونر يخرج من المنارة وبيحاول إنه يوصلها، لكنه بيتهاجم من مخلوق غريب فبيضربه، وقبل ما يضرب عليه نار بيلاقي جرونر قدامه بيطلب منه ما يقتلش المخلوق ده إنه هيفهمه اللي بيحصل، وبيسمح للمخلوق إنه يروح ناحية جرونر ويتحركوا على البيت الخشبي عشان ياخدوا كل الذخيرة الموجودة وبيرجعوا بيها ناحية المنارة تاني. ومن تعب إيرون بيغم عليه في المنارة وبيصحى بعد يومين وبيلاقي المخلوق ده جنبه وما بيضروش، وبيستغرب لما بيلاقيه بيسمع كلام جرونر، بيقول إنه كان فاكر بإن كل المخلوقات تم اكتشافها، لكن اتضح إن الجزء اللي عارفينه ده جزء بسيط جدا من المحيط، وإن المحيط فيه مخلوقات كتير ما تمش اكتشافها لسه ولا حد شافها، وأكيد المخلوقات دي من ضمن المخلوقات اللي اختفت من سنين وخدت العزلة هي حياتها. وبيسأله إذا كان بيعض، فبيقولوا إنها أنثى وعضته مرة واحدة بس وساعتها اتعلمت إنها ما تعضش تاني أبدا. وبيسأله إيرون ليه ما هربش مع السفينة اللي كانت موجودة ويسيب الخطر اللي هو عايش فيه بسبب المخلوقات دي، فبيقولوا إن الجزيرة والمنارة هما بيته وحياته ومش هيسيبهم أبدا لأي سبب. وبيفهم إيرون إن مفيش أي سفن بتعدي من المكان عشان كده هو محبوس معاه لحد ما مدته تخلص وتيجي السفينة عشان تاخده وعليها البديل بتاعه. وبيتأكد إيرون إنه محبوس في الجزيرة وتحديدا في المنارة، وبيهيئ نفسه إنه يعيش في المنارة بعد ما كل حاجة اتحرقت واتدمرت نهائيا وما بقاش في حاجة موجودة معاه من العالم القديم بتاعه. وبيلاقي المخلوقة بتراقبه في كل تصرفاته لأنه شخص جديد عليها. وبيجي الليل وبيجهز جرونر آلة المنارة عشان تشتغل وتنور البحر، وبيجهزوا هما الاثنين وبيعمروا أسلحتهم، وبيقولوا جرونر إنه ما يضربش على حد إلا لما يقربوا من المنارة ما يضيعش طلقاته على المخلوق المصاب، لأنهم بياكلوا بعض بمجرد ما بيتجرحوا. وبيظهر قدامهم عدد كبير جدا من المخلوقات وبيفضل جرونر يقتل فيهم، بس إيرون بيتصاب بصدمة بسبب اللي شايفه قدامه وبيرجع لورا من شدة خوفه ومن شدة صدمته لحد ما بيغمى عليه. وبيصحى تاني يوم بعد ما جرونر بيدلو عليه ميه وبيقول له إن الجزيرة مش مستحملة أي حمل زيادة، ولو عايز يعيش لازم يبقى أشجع من كده. وبيقرر جرونر إنه لازم يعاقبه ويعلمه إن الحياة على الجزيرة مش سهلة، وبيستنى لحد الليل وبيجي وقت هجوم الوحوش عليهم. وبيدخل جرونر جوه المنارة وبيقفل على إيرون وبيحبسه بره وسط الوحوش عشان يدافع عن نفسه أو يموت. وبينام لحد تاني يوم وبيفتح الباب الحديد على إيرون وبيلاقيه عايش قدامه، وبيفهم إنه من اليوم ده اتحول وبقى قادر على التعايش في الجزيرة، وأسراب الوحوش بقت تيجي في نهاية كل يوم وكأنهم عايشين جوه حلقة مفرغة. وبتعدي 3 شهور من وجود إيرون على الجزيرة لحد ما بيجي مدة ما بيهجموش فيها عليهم، وبعدها بيعدي أسابيع على نفس الحال. بيحاول إيرون إنه يفهم سبب مهاجمة الوحوش ليهم أو مهاجمتهم بالليل بس، لكن ما بيكونش في تفسير اللي بيحصل. وفي يوم بيكونوا بيلعبوا شطرنج والوقت بياخدهم لدرجة إنهم بينسوا يشغلوا نور المنارة، وساعتها بيتعرضوا لهجوم من الوحوش. بيحاولوا إنهم يتمالكوا نفسهم وبيشغلوا النور عشان يقدروا يشوفوهم وبيبدأوا يقتلوهم، لكن عددهم بيبقى كبير لدرجة إنهم بيستخبوا جنب كشاف المنارة وبيستسلموا للموت، بس بتطلع الشمس وبتبقى سبب في إن الوحوش ترجع تاني للبحر. وبيتجرح جرونر في رجله جروح كتير، وبيفضل إيرون يفكر في طريقة نجاة إنهم مش هيقدروا يصمدوا ضد هجوم كبير تاني منهم. وفي يوم بيكونوا على الشط وبياخد إيرون باله إن في سفينة قريبة منه، وبيجري عشان يجيب مسدس إشارة وينادي للسفينة تيجي تنقذهم من الجزيرة، لكن بيلاقي جرونر
بيضربه لانه مش عايز يسيب الجزيره، ولانه خايف يرجع تاني حياته القديمه اللي ما بقاش ليه حد فيها، وبيقول انه هيعرف يدافع عن نفسه وعن جزيرته ومش مستني حد ينقذه، وبيلاقي المخلوق اخسرخت في وشه عشان يسيب ايرون وما يضربوش، وبعدها تجري من قدامه وبيضيع امل ايرون ان يرجع لمدينته. وبيعدي الوقت وبيلاقي في مركب صغير مقلوب على الجهه الثانيه من الجزيره، وبيسال جرونر عن مصدره، فبيقول له انه جه من سفينه غير شرعيه كانت بتنقل المتفجرات وغرقت بكل اللي فيها، المركب ده اللي بقى منها. فبيفكر ايرون ان ممكن ينزل البحر ويجيب المتفجرات دي ويستخدموها وبعدها يهربوا من الجزيره بالمركب، لكن جرونر بيقول ان المتفجرات اكيد باظت بسبب الميه، ده غير ان الموج مش هيسمح للمركب بالابتعاد عن الجزيره، اما هيرجعوا ليها تاني او يدمروا. فبيكون ايرون عنده امل بالهروب من الجزيره، لحد ما جرونر بيشوف ان ايرون بدا يتقرب للمخلوقه وقرب انه يسلب الصديقه الوحيده ليه، فبيقرر انه يهرب من الجزيره، وبيروحوا سوا ناحيه غرق سفينه المتفجرات عشان ايرون ينزل يجيب المتفجرات ويحاولوا يشغلوها، وبيعملوا بدله بدائيه عشان يقدر ايرون يتنفس تحت الميه عن طريق خرطوم وصل للسطح، ومعاه حبل يشبكه بصناديق المتفجرات عشان يسحبوا جرونر للمركب بتاعه ويطلع الصناديق، وبيفضل يطلع في الصناديق لحد ما بيلاقي وحش قدامه، فبيفك نفسه من البدله اللي هو فيها وبيهرب من الميه، وبيرجعوا للمناره وبيلاقوا ان في صناديق فيها متفجرات صالحه للتفجير، وبيحضروا حوالين المناره، وبيعدي الوقت عليهم لحد ما بيجي فصل الشتاء والتلج، وبيحضروا فخ الوحوش عن طريق انهم يسيبوا الباب الامامي للمناره مفتوح وقدامه كشاف عشان يغريهم انهم يهجموا، وبيفضلوا مستنيين الهجوم يحصل، وبيكون جرونر اتجنن بقتلهم، واول ما بيظهروا بيدخلوا المناره وبيهجموا عليها، بيفجر كل المتفجرات اللي حوالين المناره لدرجه ان قوه الانفجار بتدفعهم هما الاثنين على الحيطه وبيغمى عليهم، وبعد ما بيفوقوا بيلاقوا كل الوحوش ميته حوالين المناره بسبب التفجير، وبيبقى ايرين نفسه يفهم سبب الهجوم عشان يعالجه ويرحم الوحوش من الموت. وفي مره بيكون ماشي على البحر وبيلاقي فيه مخلوقين في الميه قدامه، لكن مش بيهجموا عليه وبيسيبوه بيمشوا، فبيجرب انه يعمل دواير القواقع اللي شافها اول ما نزل الجزيره، وبيحط فيها قوقعه كان عاملها على شكل مركب وبيسيبها وبيمشي، لحد ما في يوم بيروح بيلاقي ان القوقعه مختفيه وان في مخلوق صغير موجود في المكان ووراه كل الوحوش اللي كانوا بيهجموا على المناره، ومن ضمنهم المخلوقه اللي كانت جوه المناره نفسها. بيفهم ان المخلوقات كانت بتعمل كل ده عشان المخلوقه الموجوده جوه المناره واللي كانت مش قادره تمشي لان جرونر انقذها قبل كده، وان القواقع دي مثال للهدنه بين الوحوش وبين البشر، لكن جرونر ما بيفهمش كده وبيكون عايز يقتلهم برضه، وبيحاول ايرن انه يهديه ويفهمه ان مفيش قتل تاني هيحصل بشرط ان المخلوقه بتاعته ترجع لجنسها وتعيش معاهم. بيرجع جرونر للمناره بتاعته وبيضرب بمسدس الاشاره فيهم وبيقتل طفل